العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، في الأولين وفي الآخرين وفي المال الأعلى اليوم الدين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة بسترك الجميل يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد على كل حال. اللهم حول حالنا من حالنا هذا إلى أحسن حال وأحسن مقام في بيتك الحرام يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيفتحوا المصحف على سورة البقرة الجزء الثالث إن شاء الله، من 275 ل 281 إن شاء الله. قراءة سارية. ربنا يصلح لكم بالك وبارك الله في المتابعين والمشاهدين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. إن شاء الله نقرأ. أعوذ المشتوجين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول. إن شاء الله نكره صفحة بس، آية واحدة بقى ما شاء الله، أطول آية في القرآن، آية المدين، آية الدين. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا يديك الصحة وبارك فيكم، بارك الله فيكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. إن شاء الله نقرأه. ربنا يصلح لكم وبالكم يا رب العالمين، بارك الله فيكم رب العالمين، يا رب اصلح لكم وبالكم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الشبكة أغرق مش شوفة رفتيك. اللهم صل وسلم وبارك. أي واحدة؟ أي 282 سورة البقرة، خلاص في آخر البقرة بقى. الحمد لله عظيم اشتراكي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه بالعدل،
واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك الشبكة يا رب، الشبكة الحديد وشفة الفنك بنت الشهر، بارك الله فيكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، من يكبر خاطرك يا رب. اللهم صل وسلم الدكتور بدر اصلح له بال، اللهم صل على الحبيب الاولين يا ربنا يكبر خاطر، عماله فرحت اما شافتك فرحت ازاي دي، ربنا يبارك فيه يا رب يا رب. اللهم امين، ربنا يبارك له يا رب، رب بارك فيك يا ابنك تكبر بخاطر يا رب. اللهم امين يا رب، اكبر بخاطر ونجيه من كل شر يا رب، اتنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة من عذاب النار يا رب العالمين يا رب. يا رب ان شاء الله نقرا سوره التغابن الصفحه الاولانيه، عاوزه مش توجي. بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير، خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بارك الله فيكم جميعا وتعلقاتكم الجميلة، ربنا يصلح لكم بالكم يا رب العالمين.
تفضلوا على القناة قناة ماما وبابا على اليوتيوب، جميلة تتفرجوا وتشوفوا الجمال. فضيلة الشيخة متخلصة القرآن بعد 85 سنة، ربنا يحميها ويديها الصحة وطولة العمر وشفاء وعافية يا رب. وقناة اسمها قناة علم الحياة على اليوتيوب، يعني بقالها أكتر من سنة ومية وشوية، يعني القناة التانية بنشوفها يا سبحان الله، ربنا هيعلها إن شاء الله وتبقى أحسن من الدنيا بحل، وإن شاء الله هي أحسن من الدنيا بحل. اللهم صل القرآن كرم ربنا. اللهم صل. عاوزين زيادة متابعين، عاوزين المتابعين وعاوزين كل الخير، ما هوش انت اللي هتتابعنا، ربنا اللي بيتابعنا اصلا، لان في اكتر اللي بفتح من غير ما حد بيتابع، يعني كذا واحد يقول لي يا استاذة قفيل ما حدش بيتابع، قلت له ربنا اللي متابعنا والملائكة، احنا بنكره، لان يعني حضرتك يعني تتفضل تكتب كلام طيب احسن عشان نفسك. زي عاوزين متابعين، عاوزين كل حاجه في الخير، كل خير كل الخير ربنا مديهولنا الحمد لله، من فضل من الله وكرمه الحمد لله. علمني بعد 85 سنه يا الله الله يا رب، واداني كرمنا الحمد لله. اما بنعمات ربك فحدث، حدث على العالم، حدث على اليوتيوب، حدث على ربنا اللي منزل البرامج ديت وعملها عشان ننتشر وعشان الناس تشوف الجمال والنور، نور خارج من القلب الى الراس. كرمنا، هو اللي كرمني بكلامه الحيل الحمد لله، كرمنا ربنا يكسترها وياك يا رب. ترد على الدكتور بدر ما تردش عليه ان شاء الله. لا برضه يعني بقول له يعني الخير كله الخير ربنا ربنا ويانا والملائكه والناس طيبه كلهم اللي عارفين ربنا الحمد لله والشكر لله، نحمده ونشكره فضل ربنا هم اللي ويانا الحمد لله. يقولوا بيدعمونا يقولوا ربنا يكرمكم ربنا يصلح لهم كمان وكمان وديهم الخير والخيرات كلها يا رب. الدكتور بدر يصلح له باله يستره ويجبر خاطره ويستره وياه يا رب. والورد واصحاب الورد ربنا ينجيه. وينك بقى لك كام يوم ما شفناش ولا سمعنا عنك اخبار، ربنا يصلح حاله يعني يستغناش عنك يا دكتور، ربنا يكبر خاطره يا رب. اصلح حالك يا حبيبي، توظف وظيفة حكومية قريب يا رب يا رب أستاذ يا رب. كل مشتاق يا رب يصلح حاله وباله، كل اللي عاوز حاجة يديها له يا رب يا رب. بس ارجعوا لربنا كده يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، استغفر الله العظيم من كل الذنوب والخطايا ونتوب اليه ان شاء الله. نقرا سوره اخر صفحه في سوره التغابن، كفينا شر التغابن. عارفين ايه التغابن؟ اللي بيغبن في اللي هو يوم القيامه، كفينا شره. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله يعمل صالحا. يا ربنا يصلح حالك يا استاذ الدكتور بدر يا رب، قدام العالم كله مش قدام ربنا يصلح حالك قدام بصورها وياك. مش هرد اكيد شيء، بس مش هرد كفايه الكلمه دي وقعد قليل، ما ترديش، لازم اسمع كلام الدكاتره اللي بيتابعونا وحبايبنا المتابعين والمشاهدين ويدعمونا يعني. واما بنعمات ربك فحدث، حدث في السر حدث في العلن. ما هو انت لو حضرت البث اللي قبل كده قراءه القران، الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الله فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا محزن. في سورة البقرة ليه يا ربي؟ عشان فيه ناس ما بتسألش الناس، لا يسألون الناس إلحافة، لكن احنا بنقول يا ربي إن انت نشرتين على الخير كله بالقرآن، ادينا أكتر وأكتر والخير كله الحمد لله. ربنا يصلح حالك وبالك. اللهم صل وسلم، اللهم إنك عفو كريم ما تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. ربنا يجبر خاطركم ان شاء الله. نقرا عشان ما نضيعش في الوقت احسن. يصغر لهم يا حاضر فضيله الشيخ عشان بتكلم اقرا صوتي بقى. ربنا يجبر خاطركم يا هو ما شايفه وبكتب خلاص صوتنا الله تعالى. ربنا يصلح حالكم، ربنا يصلح حالكم. اقرا الصفحه الاخيره يا دكتور بقى، ربنا يعيننا ويقوينا. كفينا شرها يا رب، شر التغابن، شر يوم القيامه واهوال يوم القيامه، كنا شرها يا ربي. يوم القيامة ينزل يعني في الناس بيبقى الجامن والعوذ بالله والحد ركبته وحد وهكذا، يعني كفينا شرها. ما احكي بقى ان شاء الله يبقى في محاضرة عن أهوال يوم القيامة، كفينا شرها يا رب. ان شاء الله نقرأ من سورة التغابن جزء قد سمع من كام، من أي 10 إلى 18 آخر السورة إن شاء الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. الجزء الثامن والعشرون، أعوذ من الشيطان الرجيم. سورة التغابن.
بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، جزاكم الله كل الخيرات والبركات يا رب العالمين. بإذن القرآن ربنا ليس لنا رب سواه، ليس ما نستغناش عن القرآن ولا بالليل ولا بالنهار ولا في السر ولا علانية. اللهم صل وسلم وبارك، فاقرأوا ما تيسر منه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد البشير النذير السراج المنير صاحب خاتم الأنبياء والمرسلين صاحب الغر الميامين وقائد الغر المحجلين، وهو اللي بيود يا رب نشرب من ايده من الحوض يا رب العالمين. السلام عليكم يا رب العالمين، ربنا يصلح لكم وبالكم يا رب العالمين. ربنا اسمعكم تلاوات ان شاء الله نسمع، ربنا يصلح لكم وبالكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، بارك الله فيك يا حبيبتي الاخت الاستاذه انتصار، ربنا يصلح لكم وبالكم. ايوه كده نورونا كده، تعوش لازم تنورونا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أمي؟ ربنا يكبر خاطرك يا دكتور، ربنا يصلح لك وبالك يا رب. نقرأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق الله العظيم. جزاك الله كل خير، استحب ان تلفته. بارك الله جزاك فيك، الله خيرا ربنا يصلح وكتب لك الله أجرك. يا رب، يصلح لك وبارك. كملتي شرح الصفحة؟ كان فاضل لك ايه؟ سطر ما تخلص الصفحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام وبركاته، ربنا يصلح لك وبارك يا رب. بارك الله فيك، متعتنا بصوت الرعد، ربنا يصلح لك. اللهم صل، جزاكم الله كل الخيرات والبركات، يصلح لكم بالكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في الاولين وفي الاخرين، في الملأ أعلى يوم الدين يا رب العالمين. وشكرا لحسن استماعكم، بارك الله فيكم جميعا، يصلح لكم بالكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، بارك الله في الدكتور بدر والاستاذه انتصار، الدكتوره انتصار حبيبتنا، والدكتوره نسرين، كلك دكاتره، ربنا يصلح حالهم وبالهم يا رب. جزاك الله خيرا يا استاذنا الفاضل، يصلح لكم وبالكم يا رب العالمين، جزاكم الله كل الخيرات والبركات. اللهم صل وسلم وبارك على تحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، ربنا يصلح لكم حبيبتي، حبيبتي الاستاذه الدكتوره، الاستاذه انتصار والدكتوره انتصار، ربنا يصلح لهم. احنا يرد على نداه الله، ربنا يصلح له العباد والبلاد وكل من سالنا ومن لم يسالنا. اللهم امين امين يا رب العالمين. اللهم صل على الحبيب في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ اعلى يوم الدين يا رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، شكرا لكم. والى لقاء اخر ان شاء الله، ممكن نقرا فاضل اخر سوره بقى في البقره، اخر صفحه ان شاء الله، اخر صفحه بقى اخرها البقره هتخلص. ربنا سبحان الله، كل شيء بينتهي، كل بينتهي حتى العمر. سبحان الله بحمد، سبحان الله العظيم عدد خلق، صباح الفل والعسل عليك يا حبيبتي، معطر بعطر الياسمين يا رب اصلح حالك وبالك، معطر بالصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، معطرا بالقرآن الكريم وآيات القرآن وتلاوة القرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك، أرحم الراحمين وارحمنا وعافنا وعاف عنا يا رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. جزاكم الله كل الخيرات والبركات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي رسول. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. حسبي الله ونعم الوكيل، فكل من ظلمنا واعتدى علينا ومسنا بسوء حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك من فضلك العظيم، اللهم نسألك من فضلك العظيم وكرمك يا رب وجودك ورضاك يا رب. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم يا رب. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد كما ينبغي الجلال وجهك عظيم سلطان، بارك الله فيكم الدكتور بدر،
يعني تخليك منور كده على طول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله، حبيبتنا الأستاذة انتصار، ربنا يكبر خاطرها ويصلح لها ويسعدها في الدنيا والآخرة. الله يبارك يا رب يا رب. الدكتورة نسرين حبيبتنا يا رب، اللهم آمين آمين يا رب العالمين. يا رب كل اللي بيدعمونا كده وبيشجعونا للخيرات كده كده مشجعين، بس ما يبقى كلمة من بيقول اكبر كلمة باطل بتكبر الخاطر، يعني ما تكبروا بخاطرنا بكلمة، ربنا يكبر بخاطركم. ربنا يصلح حالك يا رب. أسماء الله الحسنى في السعودية، غير اللي بتقرأيها تعرفيها. ربنا يصدحك. ما بيقول الجيم المصرية، وفي جيم مصرية وجيم سعودي. كل احنا بنقول جيم وجيم عادي، يعني بنعطش ما بنعطش، ممكن تبقى عطشان عاوزة تشرب، ممكن مش عاوزة تشرب عادي. ربنا يا الجيم المصرية، ما بيقول انت بتقول. اسمع ربنا يضحكك يا دكتور، ربنا يكبر خاطر الاستاذ كمال، مش ربنا يصلح حاله وباله يا رب، ويسعده في الدنيا والاخره يا رب، اكبر خاطره ويعطيه الصحه والعافيه يا رب. اسال الله العظيم العرش العظيم ان يسد عنه يا رب، يصلح حالك وبالك. اللهم امين يا رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. مش عارفه في اسماء، اسماء الله الحسنى في السعوديه غير الاسماء بتاعت مصر، ما هي اسماء الله الحسنى واحد. كلها هي واحد، هي فيها اسماء الاسماء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ان الله 99 اسما من احصاها دخل، يعني 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه، يعني احصاها عدها عمل به قراها فهم معناها كل يعني كذا معنى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. بارك الله فيك يا استاذ كمال، ويصلح لك وبالك يا دكتور كمال، ويرضى عنك ويديك ويرضيك. اللهم امين امين يا رب العالمين، واكبر خاطره يا رب. كل عندي دكاتره اليوم، الدكتور بدر، الدكتوره متساوي، الدكتوره نسرين، والدكتور كمال. يا رب يصلح حاله وباله الدكتور كمال، المشرف العام يصلح حاله وباله. يا اللهم صل وسلم. هل الجميل من اسماء الله الحسنى؟ الجميل ما جميل الجميل هو الله. المية بقى ولا اكتر من ان احنا عارفين 99 اللي ربنا منزل، يعني ان الله لو 99 اروح منزل واحده ومسك الباقي. ان الله 99 اسما ان احصى دخل الجنه. الصفات بقى ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، جميل ان الله جميل يحب الجمال، وفي كل الاحوال ان الله جميل يحب الجمال، صفه من صفات الله. وفي اسماء، في اسماء وفي صفات، زي صفه الكلام، صفه الوحدانيه، صفه البصر، صفه العلم، صفه الكلام، وهكذا صفه المخالفه الحوادث. اللهم صل وسلم. هنا قران قلت له اخلص الصفحه الفاضله. الا العاصي بقى خلصتي؟ الا العاصي بقى منشور. ربنا يصلح حالك يا دكتور. جميل يا جمال، معلش مسائل. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى يوم الدين. لا ان الله يعني لا يقبل الا طيبه، ان الله طيب لا يقبل الا طيبه، يعني المؤمن طيب وجميل في كل الاحوال. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رب العالمين، استر الدكتور كمال واصلح له بل. اللهم يا سيدنا الحمد لله الداعيه. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا رب العالمين. مش فيها كلمه ايه قدام الداعيه ولا مش فيها؟ ابحث عن اسم الله الحسنى في السعودية، ابحث عن اسماء الله الحسنى في السعودية، تختلف عن اللي تعرفيه. اللي في مصر ما كلها اسماء الله الحسنى. حلمت عقارب يا ساتر يا رب، يا اعوذ بالله. احترز احترز من اول عقارب وداخله في ملابسك ومتزوج، فانت بقى حاجات شر. احترز في اعداء ليك مش عدو واحد، يعني مش عقرب لا عقارب. دعم دعم اهل القران. ربنا يكبر خاطره ويصلح حالك وبالك. الورد الجميل بتاع حضرتك يا حبيبتي، عليك بذكر الله واستغفر ربنا كتير، لان العقرب ديت دي اعدائك متخفيين ليك وشفتهم داخلين ملابسك، يعني في بيتك وقاعدين لك في البيت، يعني في ملابسك يعني بيتك. صلي جاي ربنا واستغفر ربنا وصلي كتير، لان الاعداد استغفر ربنا واملي بيتك قران، واسعد من حولك، اسعد زوجك، اسعد اولادك، اسعد نفسك لو ما عندكش ولاد، خليك مع الله ربنا هيديك كل الخير.
واتفرجي على البث وادخلي على القناه واعملي لنا انشريها. ربنا يهديكم. اقرا سوره البقره فان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطل. نعم صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله تبارك الله. انا اختصت اصول احسن مره صعب ولا مش فاهم دي حلم ولا سؤال مش فاهم. الله تبارك الله. انا تخصصت اصول تخصصت اصول فقه يعني ولا اصول ما هي الاصول كذا كذا فروع اصول الفقه اصول علم التوحيد اصول كل حاجه اصول. اللهم صلوا احسن مره صعب. ربنا يصلح حالكم وبالكم يا رب العالمين. وفي اصول فقه بقى الفقه المقارن فقه العبادات فقه المعاملات كل حاجه لها اقسام. دعوتكم يا حاجه وربنا يا رب استزبطت الأمة تعتصي كل 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 يا ربنا يشفيها يا رب يا رب يشفيها لك ويعافيها يا رب العالمين. ويشفيها لك يا حبيبتي ولا حبيبنا الأستاذ. أنا بقول لي عسى الكل لأن كل حاجة بتنكتب في الميزان الحسنات يبقى أنا الأفضل والأحسن. وقولوا للناس حسنا وعسل مصفى. ربنا يشفيها لك ويعافيها يا رب يشفيها ويطلعها يا رب بالسلام يا رب. اسال الله رب العرش العظيم ان يكتب لها الشفاء العاجل يا رب. الله بيدعو لها يا استاذ يقول خلي امي والاستاذ بطه يدعو لها وما يا رب اشفيها شفاء عاجلا. اللهم اشفيها وشفاء عاجلا. اللهم اشفيها بشفائك ودواها بدوائك واعطاها من عطائك وغنى فضلك عن من سواك. اللهم اشفيها بشفائك. طلعوا صدقات داووا مرضاكم بالصدقه داووا مرضاكم بالصدقه صلى الله عليه وسلم. الله يرفع عنا يا رب. يا رب كل اللي عنده بلاء او ابتلاء يتصدق بما باي وسيله. اذا الام بدر ام بدريه يا رب اشفي لها يا رب. الاستاذه ام بدريه اشفيها وعافيها يا رب. اللهم يا رب اكتب كده وعرفني كده ماشي تحرمونا من النور بتاعكم كده حضرتك والاستاذه انتصار لازم تنورونا كده. واحد كان داخل شيء ولا من عارفه امبارح العصر بقيت قال فينك يا دكتور بدر ولا حبيبتي الاستاذه انتصار كان رد عليه بس رديت والاخر دماغي ربنا يصلح حالك وبالك. والاخر يقول ادعي لي ادعي لي ادعي لي وماني بدعي لك كل اصلا. ربنا يصلح حالك. ربنا يشفي الاستاذه ام بدريه يا رب العالمين يا رب. اشفي جميع المرضى يا رب وكل من كان في هم يا رب اشفيه وعافيه يا رب واغسل عنه هم وغم يا رب العالمين. النور كله عند بدر. الله يسعده يا رب. ربنا يسعدك يا دكتور بدر وبارك الله فيه يا رب يا رب بارك لك يا رب وسعده يا رب من كل شر. ربنا نسألك الشفاء العاجل كل ما يرضيك الخير وخير منه يا رب. حبيبتي العقارب داخله فيه في ملابسي وتجري داخل هتفسر اكتر من كده متزوجه عند اولاد. خلاص خلي بالك بقى واتقي الله. قلت لك صلي وتصدقي لان دي ما بقول لك ديانات يعني في بيتك يعني عقارب في بيتك يعني اعداء مختفيه يعني ما هيجي جارتك قرايبك حد لك اعداء دول العقارب ديت اعداء هيقرضوك يعني العقرب بيقرض. اتبي لنفسك والجاي ربنا حصن نفسك بذكر الله والصلاه على الحبيب. بس صلي الوقت بوقتك وتسلمي تسلم كل شهر يا رب. اللهم صلي وسلم الجاي ربنا وخلي ولادك يصلوا والجاي ربنا يصلوا والاستاذ ابوهم يصلوا والجاي ربنا ما فيش الا لنا الله ربنا الجاي ربنا وتصدقهم وكل الخير اعملوه. ما تخافيش ولا هيجرى لك اي حاجه ربنا ربنا يعيش عنك كل الشر يا رب يا رب. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. يا رب اصلح لكم وبالك يا رب العالمين. شبك قطع ربنا يصلح لها وبالها لا عادها. الله يوفقك ويسعدك ويرزقك من حيث لا تحتسب. اللهم يا رب احفظ بنات المسلمين. اللهم امين يا رب العالمين يا رب. الله فاصل واسع عشان